استاذنك يا كابتن ندى نروح لارض الملعب ومراسلتنا سالة حامد ولقاء مع المدير الفني القدير الكابتن حمدي الصافي. اتفضل يا سالة. مساء الخير يا كابتن هيثم، طبعا برحب بحضرتك مره ثانيه وبضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد ببارك يا كابتن هيثم وببارك لكل جماهير النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي النهارده في مباراه اليوم. تعتبر صعبه يعني اكيد على الفرقتين، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط ومقابل شوط لصالح النادي الاهلي. يمكن معي في هذه اللحظات يعني نقدر نقول نجم المباراه ده مان اوف ذا ماتش كابتن حمدي الصافي. كابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي، اكيد برحب بحضرتك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك النهارده يا كابتن على مباراه اليوم. يعني مليون مبروك، وتحب ايه طبعا يعني تقول ايه بمناسبه الفوز ده لجمهور النادي الاهلي، واكيد تعليقك او رايك في مباراه اليوم. ربنا يبارك فيكم طبعا، وبحيي الكابتن هيثم وضيوفه. الحمد لله النهارده كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نكسب المباراه. مباراه بقى لنا فتره يعني ما تزعلناش مباريات وكده وعلى قناه النادي الاهلي، فكان يعني الموضوع بالنسبه لنا تحدي كمان. الفرقه بتمر بظروف صعبه جدا وكل الناس عارفه، بس احنا الحمد لله احنا واللعيبه قابلين التحدي. احنا ما بنلعبش بكامل قوتنا، عندنا برضو المحترفه الاساسيه بتاعتنا مصابه، مركز اربعه مهمه جدا، انما اللاعبات بتاعتنا قد التحدي الحمد لله، كل اللاعبات قدوا اللي عليهم، وان شاء الله باذن الله لسه يعني احنا لسه ما عملناش حاجه، دي مباراه بس كده للترتيبيه، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيبقى شكل الفرقه احسن. عايزين بس جمهورنا يدعمنا وما يفقدش الثقه فينا. عندنا اخطاء وعندنا، بس ده غصب عننا، احنا اشتغلنا سبع سنين او اكتر من ثمان سنين الفرقه كانت ثابته. لما يحصل هزه في الفرقه اكتر من 50-60% من قوام الفرقه ما بيبقاش موجود، ده بياخد وقت. والحمد لله اللعيبه طلعنا لعيبه صغيره وشغالين معاهم، الخبره بيدعموا اللعيبه الصغيره، يعني المنظومه ماشيه كويس. عايزين بس الجمهور يصبر علينا ويدعمنا ويدعم البنات، لان هم محتاجين الدعم ده الفتره الجايه. كابتن حمدي طبعا مباراه امبارح كان قدامكم مباراه مع وادي دجله، والنهارده مباراه صعبه مع نادي الزمالك. يمكن طبعا التحضيرات مباراه امبارح مباراه النهارده، يمكن التحضيرات طبعا بتبقى صعبه شويه بالاخص يعني من الناحيه البدنيه وكمان من الناحيه النفسيه، فطبعا حضرتك ازاي قدرت ان انت تحضر البنات من الناحيه البدنيه وبالتاكيد من الناحيه النفسيه النهارده في مباراه الزمالك؟ والدور قبل النهائي ده دور صعب ليه؟ لان احنا بنلعب ست مباريات ورا بعض، سبع مباريات، لان احنا ثمان فرق، سبع مباريات في اقل من تقريبا حوالي 20 يوم، فالموضوع بيبقى صعب جدا. بنلعب يا دوبك جمعه، يعني في اسكندريه لعبنا جمعه وسبت وحد، ريحنا يوم، جينا هنا جمعه وسبت، ريحنا يوم خميس وجمعه، فالمباريات ورا بعض والمباريات كلها قويه. يمكن كل الناس عارفه دوري الفولي دلوقتي، الدوري لا بقى اقوى من الاول بكتير. سبورتنج ما شاء الله عليه عاملين ماتشات كويسه، دجله عامله ماتشات كويسه، الشمس محقق نتائج، والصيد الاول كان الاهلي وشويه الصيد والسبورتنج، دلوقتي لا في اكتر من خمس ست فرق، ففي مجهود في الماتشات وماتشات متلاحقه. فلازم طبعا الجهاز الفني بتاعنا والجهاز الطبي والجهاز مخطط الاحمال شغالين كويس قوي وعاملين حساب والتوزيع بتاعه المجهود اللي هيحصل وتوزيع الماتشات على اللعيبه. الحمد لله يعني مركزين شويه في الحته ديت، فكل الجهاز متعاون مع بعض، وان شاء الله باذن الله ان الموسم دوت باذن الله نحقق حاجه كويسه للنادي الاهلي. كابتن حمدي طبعا شفنا بعد المباراه على طول يعني تواجد كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي في الملعب بيحفز اللاعبات وبيبارك لهم كمان على فوز النهارده، يعني طبعا حاجه مهمه جدا لما اللاعبات يشوفوا طبعا دعم من الكابتن خالد العودي، وبالاخص طبعا بعد دعم حضرتك دايما موجود ان حضرتك بتدعم اللاعبات كلهم زي ما انا قلت لحضرتك نفسيا وكمان بدنيا، يعني حضرتك طبعا متواجد معاهم. الحقيقه بجد والله مش يعني مش عشان انا مدرب في النادي الاهلي، لا النادي الاهلي السنه دي واقف بقوه جدا مع الفرقه، ظروف اللي مرت بيها الفرقه داعم الفرقه جدا ودعم الجهاز الفني، والكابتن خالد على طول معانا ومتواجد معانا في تدريبات، متواجد باتصال مستمر بيسال على الفرقه واللاعيبه ولاعيبه، بيبلغنا بتحيات مجلس الاداره ودعمه، لا واخدين دعم جامد جدا السنه دي من مجلس الاداره ومن النشاط الرياضي، وباذن الله باذن الله احنا هنبقى قد الثقه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنحقق نفس البطولات باذن الله. ان شاء الله كابتن حمدي زي ما حضرتك قلت في منافسه يعني قويه جدا ما بين كل الفرق، مش بس اهلي زمالك، لا جميع الفرق يعني بتنافس بمنافسه قويه جدا على لقب بطوله الدوري، فان شاء الله بعد المرحله دي وبعد الجوله دي ايه التحضيرات الفتره القادمه وايه المواجهات اللي هتواجه او هتكون في انتظار النادي الاهلي؟ هنقفل صفحه الدوري، هنديهم بس راحه يومين لان هو كان مجهود كبير قوي عليهم الفتره اللي فاتت. عندنا الجمعه الجايه ان شاء الله مباراه كاس،
وبعديها هنبتدي بقى البلاي اوف بتاع الدوري، وان شاء الله باذن الله عايزين نركز بطوله بطوله. الحمد لله احنا ربنا كرمنا بالسوبر من فتره، عايزين نركز بقى في نصعد في قبل نهائي الكاس ونقفل صفحه الكاس، وبعد كده نركز بقى في البلاي اوف بتاعنا بتاع الماتشات الدوري، البطوله المفضله بتاعتنا ان شاء الله، عشان نقفل الصفحه المحليه ونركز بقى خارجيا ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، بشكر حضرتك طبعا جدا ومليون مبروك مره ثانيه. شكرا يا كابتن، شكرا. كان طبعا يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شفتوا تصريحات الكابتن حمدي الصافي بعد مباراه اليوم.